أكد رئيس المجلس السياسي الأعلى صالح الصماد أن المجازر الإجرامية التي يرتكبها العدوان السعودي بحق المدنيين الآمنين من أطفال ونساء لن يتساهل في حقها أحد، وأنها لن تزيد اليمن وشعبه إلا صبرا وثباتا في المواجهة والانتصار للحق والحرية والاستقلال والكرامة. وأشاد الصماد أثناء تقديمه واجب العزاء في ضحايا المجزرات الإجرامية التي ارتكبها طيران العدوان السعودي في مديرية أرحب بمحافظة صنعاء، أشاد بما يسجله أبناء أرحب من مواقف بطولية في مختلف الجبهات، وما يحققه أبناؤها الأحرار من مواقف وطنية خالدة وحفاظهم على النسيج الوطني وتجاوزهم كل المؤامرات التي أحيكت ضد منطقتهم وعلى اليمن منذ ما قبل العدوان.